أهلا بكم معنا من جديد. بعد أشهر من الهجمات المتواصلة بالصواريخ والمسيرات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تقف إسرائيل ويقف حزب الله معها على شفا حرب شاملة للمرة الأولى منذ عام 2006 وفق تقرير لصحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية. الصحيفة ذكرت أن ما هو أخطر من ترسانة حزب الله الصاروخية هو التهديد بتنفيذ اجتياح بري على غرار ما حدث في 7 من أكتوبر داخل إسرائيل. ولكن تقريرا جديدا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية سيجعل المخاوف من تكرار سيناريو حماس مجرد وخزة إبرة بالمقارنة مع تهديد أعظم لتل أبيب قد يكمن في شبكة أنفاق طورها الحزب في السنوات الماضية. وفي التفاصيل ذكرت فوكس نيوز أن حزب الله قام على مدى العقدين الماضيين بتطوير شبكة من الأنفاق يبلغ طولها أكثر من 160 كيلومترا في كل أنحاء جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق هي أكثر تطورا وأكبر حجما من تلك الموجودة في قطاع غزة. ولكن لسائل أن يسأل كيف تمكن حزب الله من بناء شبكة أنفاق متطورة بهذا الحجم ومتى؟ الإجابة جاءت في سياق التقرير الذي رجح أن الحزب بدأ في حفر أنفاقه بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 بالتنسيق الوثيق بين إيران وكوريا الشمالية. وفي التفاصيل ذكر التقرير أن الأنفاق عبارة عن نوعين، أنفاق هجومية وأنفاق للبنية التحتية. الهجومية منها مخصصة لاستخدامات عملياتية، وأضاف أن أنفاق حزب الله قادرة أيضا على نقل مركبات رباعية الدفع ودراجات نارية ومركبات صغيرة، إضافة إلى أنها مجهزة بغرف قيادة وسيطرة تحت الأرض ومستودعات أسلحة وإمدادات ومنافذ مخصصة لإطلاق الصواريخ من كل الأنواع. وتعتقد الشبكة الأمريكية أن الأنفاق تربط العاصمة بيروت بالجنوب اللبناني، وهنا نتحدث عن النوع الثاني وهي أنفاق البنية التحتية، وتتمثل في شبكة تحت الأرض تربط القرى اللبنانية الجنوبية ومحيطها، وهو مشروع هائل الحجم وفقا للتقرير، ويثير تساؤلات حول كيف تمكن الحزب من بناء مثل هذا النظام المتطور دون معارضة داخلية. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بيروت، نرحب بالعميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن هنا بغض النظر إن كانت كوريا الشمالية أو غيرها تساعد حزب الله في بناء أو في تشييد هذه الأنفاق، السؤال يعني المعدات التي تبنى بها الأنفاق كيف تكون قد مرت كل هذه المسافات واستخدمت ولم يتفطن لها أحد في لبنان؟ نعم، ليس بالضرورة أن تكون استخدمت هذه المعدات من كوريا الشمالية، هي معدات لحفر المناجم أو معدات حفر هندسية، هي ليست معدات عسكرية. يعني مسألة حفر الأنفاق هي مسألة هندسية بامتياز، أولا تتعلق بطبيعة الأرض وطبيعة الحفارات والحسابات الهندسية للتهوئة وللإمداد بالكهرباء وللأمور الحياتية وغيره. وبالتالي يعني استخدام هذه المعدات هي للاستعمال المدني أساسا، وتستعمل للأغراض العسكرية، يعني ذات استعمال مزدوج، وبالتالي لا تثير الشكوك عند التصدير. وربما هذه المعدات استخدمت من دول غربية أو من دول شرقية أو من كوريا الشمالية أو من غيرها، ولكنها لا تثير الشكوك أو تثير الشبهات كونها معدات تستعمل للهندسة. طبعا هي معدات ثقيلة، يعني لا يمكن شحنها بالحقائب مثلا، إنما تحتاج إلى شحن بحري أو شحن جوي، معدات ثقيلة بالتالي غير مستغرب هذا. ولكن جزئية أن هذه الأنفاق طويلة لدرجة أنها تصل إلى العاصمة بيروت، يعني كيف ترى هذه ربما أو هذا التفصيل أو هذه الجزئية؟ نعم طبعا، يعني تحدثتم بالتفصيل عن أنواع هذه الأنفاق. أنفاق التواصل من المؤكد إذا كانت موجودة فعلا، يعني لا ليس هناك معلومات إلا معلومات صحفية وردت سابقا ببعض الصحف الفرنسية والآن في مجلة الفوكس نيوز أو في نعم. ولكن عذرا على المقاطعة في هذه النقطة بالتحديد، عندما يتكرر الموضوع وتتكرر التقديرات في أكثر من مصدر، ألا ترى أنها تثير القلق بعض الشيء؟
نعم، إنها بالفعل موجودة، ولكن خرائط هذه الأنفاق لا أعرف أو لا يمكن أن تأكيدها. يعني من الممكن جدا أن تكون تصل بيروت، حيث هي قيادة حزب الله، بالمناطق التي ينتشر فيها حزب الله في الجنوب. هذا محتمل جدا. نعم. يعني الأنفاق إذا بلغت مئات الكيلومترات، هذا غير يعني لا عجب بهذا الموضوع، كون حفرها بدأ قبل حرب 2006. فوكس نيوز تقول أنه بعد حرب 2006، ولكن تجدر الإشارة أنه خلال حرب 2006 كان هناك أنفاق، وبعض هذه الأنفاق يدعو حزب الله الزوار إلى زيارتها، وهو حولها إلى متحف. وبالتالي يعني حفر هذه الأنفاق من بين بيروت والجنوب كان هناك الوقت الكافي، يعني نتحدث عن 18 عاماً. وأنفاق الاتصال هذه إذا كانت فعلاً تصل إلى بيروت، من المؤكد أنها تتسع لآليات، يعني لا يمكن التنقل سيراً على الأقدام على طول هذه المسافة. يعني المسافة التي تصل جنوب لبنان ببيروت يعني تبدأ ب40 كيلومتر وتصل إلى 80 أو 90 أو 100 كيلومتر، وبالتالي إنها من المؤكد أنفاق يمكن أن تستعمل للشحن. وهذا يفسر بشكل يعني جزئي لماذا لم نسمع يوما بأن إسرائيل خلال السنة الماضية من الحرب، حرب الاستنزاف، لم تقصف شاحنة واحدة للذخيرة تابعة لحزب الله، لأن هذه الشاحنات أو هذه الآليات ليست على سطح الأرض، إنما في داخل سطح الأرض. وربما أيضا أن الأسلحة والذخائر خزنت في الجنوب في الأنفاق التي تصل أو الموجودة في الجنوب مسبقا، ولا حاجة لنقل الذخائر من بيروت أو من باقي المناطق إليها. فيما يتعلق بالأنفاق العسكرية والأنفاق ربما القتالية الآن، أو أنفاق المواجهة كما توصف في بعض التقارير الأخرى، هناك من يقول وحتى في هذا التقرير بالتحديد أن منافذها لا يمكن التفطن إليها مهما كانت المحاولات، يعني كيف نفهم ذلك؟ نعم، هذا مبالغ به. يعني هناك الأنفاق، يعني إذا أردنا أن نتبع تصنيفا آخر، هناك الأنفاق الاستراتيجية التي هي تكون على عمق يتجاوز 30 مترا لتكون محمية تماما من القصف الجوي، أو محمية بشكل واسع من القصف الجوي. وهذه الأنفاق التي هي في هذا العمق هي من المؤكد أنها واسعة، وأنها تحوي كل الوسائل الحياتية ووسائل التواصل وغرف العمليات وغرف تخزين الذخائر وغرف المنافع وربما مستشفيات. أما كيف تتصل هذه الأنفاق بسطح الأرض، فإنها تتصل بواسطة أنفاق أخرى ثانوية تكتيكية. وهذه الأنفاق التكتيكية يمكن أن تصل إليها منصات إطلاق الصواريخ، أو يمكن استعمالها لإطلاق صواريخ مضادة للدروع بواسطة منصات خاصة أو للمراقبة أو غيره. يعني الأمكنة، يعني فوهات هذه الأنفاق، يعني ما يسمى بتانل شافتس، يعني فوهات هذه الأنفاق، تقوم إسرائيل، ما نلاحظه، تقوم إسرائيل باستعمال القذائف الفوسفورية بشكل مكثف لإحراق كل شيء وتدمير المباني، لكي يعني يصبح من السهل كشف هذه الأنفاق بواسطة، أو مداخل الأنفاق بواسطة الاستطلاع الجوي. يعني من منصة إطلاق الصواريخ عندما تعمل لا يمكن إخفاؤها، وبالتالي عند المراقبة الجوية على مدار الساعة وفي حال إحراق المزروعات وتدمير المباني يمكن كشفها واستهدافها. وهذا واضح. عذر على المقاطعة، سؤال أخير لضيق الوقت وباختصار لو سمحت، لماذا قد تدعم كوريا الشمالية بالتحديد حزب الله هنا؟ نعم، كوريا الشمالية بالأساس داعمة لإيران. يعني كل تقنيات تصنيع الصواريخ الإيرانية، أكانت الصواريخ البالستية أو الصواريخ العابرة، كلها آتية من كوريا الشمالية. والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وإيران لا يخفى على أحد، يعني هذا أمر يعني موثق ومعروف. وكوريا الشمالية كل ما يمكن أن يزعج الولايات المتحدة أو يضر بالولايات المتحدة، وكل من هو عدو للولايات المتحدة هو صديق لكوريا الشمالية. وهذه التقنيات التي انتقلت إلى إيران
انتقلت طبيعيا إلى حزب الله وإلى حماس وإلى كل الميليشيات المتحالفة مع إيران في الشرق واضح. الأوسط. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، العميد خليل الحلوة الخبير العسكري والاستراتيجي.